اوكي، شكلي المهمة اللي أنا جاي أعملها، المهم إن أنا جاي أنقذ برشلونة، فشل شكلها كده يا جدع، لأن أنا في المركز ال 12 ولا المركز الثامن ومعاه 12 نقطة بس، والمركز الأول أتليتيكو الريال معاهم 22 نقطة، يعني ده مش إنقاذ ده جدع. شوف المركز بتاع، أنا مش فاهم حاجة، بس النهاردة بإذن الله هنعدل الحاجة دي. النهاردة هنلعب قصاد ريال مدريد، وكمان ما ينفعش نخسر أي ماتش، ما ينفعش ألعب بالفريق الاحتياطي الثاني، أول ماتش هيكون بعد التوقف الدولي قصاد فالنسيا، بعدين قصاد ريال مدريد، بعدين هنلعب الماتشات المهمة كلها، وهنوصل لبايرن ميونخ وهنلعب قصادهم وهنتأهل وهنشوف هنقابل مين في دوري أبطال أوروبا. فلو أنتوا متحمسين الحلقة دي، كل واحد هيتغزر لك، وأكتر حاجة متحمس لها لا هي دي أنطوان جريزمان بتشيرت فريق ريال مدريد، جيرارد بيكي بتشيرت فريق ريال مدريد، سيرج روبرتو بتشيرت فريق، مع إننا إدينا لهم التلاتة دوم ولسه في المركز، يعني إحنا اللي اتدمرنا يا جدع. هل أنا السبب؟ أكيد أنا السبب، أكيد أنا السبب، لأني بخسر ماتشات ما ينفعش أخسرها نهائيا. وفي حاجة كمان، عندنا بدري عنده إصابة ويرجع كمان 9 أيام يا جدع، طول خالص مش عارف ألعب بيه، لكن لازم أجدد العقد بتاعه، هيخلص كمان 9 شهور، لازم أروح أجدد معاه، وفي نفس الوقت أجدد مع مين؟ في نفس الوقت أجدد مع أنسو فاتي، الاتنين عقودهم هتخلص. اتفضل يا بدري، اتفضل يا بدري، خلينا نشوف هتاخد كام يا عم. فكده خلاص، كده خلاص جددنا لهم. تركيا هتوجه لماتش فالنسيا، وبإذن الله بعون الله هنكسب إن شاء الله. فأوكي خلينا نشوف الخطة. أوكي الخطة مظبوطة، وعندنا كمان بدري عنده إصابة لسه راجع من الإصابة، هنبقى ننزله بعدين في ليتس جو على طول. تركيا هتوجه لماتش الخفافيش، ماتش فالنسيا على ملعبنا ما بين جمهورنا، بإذن الله التلات نقاط. فهلا أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، أجواء جميلة جدا في ملعب المباراة بانتظار ضربة البداية. اوكي احنا في المركز التاسع، احنا فشلنا في انقاذ برشا حرفيا، فشلنا في احنا بندمرهم، يعني تخيل احنا في المركز التاسع وبفرق 10 نقط عن ريال مدريد، وهتلاقي يا عم ما ينفعش ده ما اسموش انقاذ ده. يلا اوكي، ميسي ماونت لعثمان، عثمان لانسو فاتي، انسو فاتي اديها الماونت، ماونت اديها كامافينجا، كامافينجا انسو فاتي لعثمان، عثمان ديونج، فرانك كامافينجا، كامافينجا يلعبها لميسون، ميسون يصوت بربا يا رب، ميسون ماونت يا جدع هيطلع لك على صدره. لاتس ليتس جو، شنو هي ميسون؟ لا 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 لا، شوف الانهاء الخرافي من ميسو، والله الصفقه دي يا جدع هي الصفقه المظلومه، الصفقه اللي محدش شايفها، هي ده ميسو ماونت يورو طاع. يلا رجال فرانك ديونج عثمان من هنالك لانسو فاتي، انسو فاتي اسطوره برشلونه الجايه، الرقم 10 فاتي يلعبها لمبابي التحرك يا كيليان امبابي على طول يحطها جول، اسود تحرك عالمي والاسيست عالمي اكتر يا جدع، شنو ايه؟ شوف على طول بس اتحرك في نصهم ويدخلها جول في ثانيه. لا 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 اشتقن لا يا جدع، الله حرام يا جدع، الله حرام يا بدري، عودة البدري الميسون، ميسون يديها لمبابي لجوردي ألبا لمنفس دي باي يا جدع حط خليهم يسمعوا يا جدع، ليتس جو، روح منفس، راح منفس، انطلق منفس، مازال منفس يلعبها لعثمان، امان يا جدع، امان وقول لهم فين اللاعب، فين الناس اللي بتنتقد عثمان. اوكي هلعب بشويه لعيبه احتياط، هلعب بيهم في ماتش دينامو كييف، وباذن الله ما نخسرش ان شاء الله يا رب، لان الماتش الجاي هيكون ماتش الكلاسيكو. اوكي الحمد لله كسبنا 2-0، حلو جدا. خلينا نتوجه حالا لكلاسيكو مدريد قصاد برشلونه، الكلاسيكو الاعظم بتاع ريال مدريد، سواء بايرن سواء مين، ليفربول اسمك اي فريق اسمك ماليش فيه، هندمرك. جيرارد بيكي هيسيب لنا الماتش في ليتس جو على طول، دي الخطه اللي انا هلعب بيها مش هغيرها، دي الخطه اللي انا هلعب بيها. وخلينا نتوجه على طول لمباراه برشلونه قصاد الريال. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، نلتقي الليلة والبداية بأحوال الطقس حيث الجو الماطر في ملعب المباراة. اوكي زي ما هم عندهم جيرارد بيكي، احنا عندنا كامافينجا وعندنا رودريجو وعندنا العالم دي، فليتس جو على طول كلاسيكو العرض زبدة، ما ينفعش نخسر، ما ينفعش نتعادل، لازم نكسب وبس. ها يا دي النيل، ايدن هازارد يا دي النيلة، بنزيما، دي النيلة يا جدع، الله وحش اشتقن. اوكي لازم نركز، كلاسيكو صعب جدا يا جدع، الله
الله يا ساتر يا جدع. اهدى اهدى اهدى. اه اوكي بنزيما بنزيما يا جدع. عيد ايه؟ روح امبابي ولا انسو فاتي؟ انسو لميسون، ميسون لانسو فاتي انطلق. انسو فاتي يا حكم يا حكم. ازاي نيله يا جدع؟ نوار يا حكم. عدي لمسو حكم مدريدي يا زيف. ضربة جزاء ازاي؟ اللعبة الماضية كانت تستذكر تأثر على ليه؟ لكن الحكم يبقى. استنى بس ضربة جزاء انا قلت من بره كمان وما كانتش عجباني. لا لا وحش وحش وحش. انشيلوتي اللي بتدفع فلوس، بيريز بيدفع فلوس عشان يا جدع يحسب ضربة جزاء دي، والله حرام. لازم نركز لازم نركز. احنا فرق على 7 نقط ولا 10 نقط دلوقتي. بنزيما يا ساتر وحش اشتجن والله الله يشتجن قسما بالله. يستاهل الديفو اللي بيتعمل له ده. اوكي توني كروس مودريتش مودريتش ليك بنزيما وحش. فرانكي فرانكي يطعد يا انسو فاتي. انسو فاتي لمبابي مبابي لميسون. ميسون يلعبها لكامافينجا. خلي الكره معانا شويه. روح ميسون ميسون يلعبها لانسو. كان هدي يرجع لميسون. ميسون يروح لعثمان. عثمان لمبابي. مبابي من هنالك لجوردي البا. جوردي البا جوردي البا لمبابي. والله عادل ميليتا. اوكي مبابي ثاني يا جدع كارفخال. اوكي كامافينجا لميسون ميسون. اوكي ميسون ما وانت كافينجا كافينجا ديونج ديونج يلعبها لجوردي البا. جوردي البا من هنالك. جوردي البا فرانك فرانك الميسون. ميسون لعثمان. عثمان يا جدع. لا 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 وحش اشتقن اقسم بالله ملك المباراه يا جدع والله. ساعة لا ساتر. الله الله لا يا جدع حرام يا ساتر. إذن يا 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 ساتر يا جاعي انت سهل احسب اي حاجه يا جاعي. الله يخرب بيتك حكا الله. روح بسرعه بسرعه اشتق. قوم اشتق قوم اشتق قوم اشتق. اوكي اوكي روح روح روح. الله اوكي فادي فادي فادي. انسو فادي انسو فادي انسو فادي انسو فادي انسو فادي لعثمان. عثمان امان امان. تعال تعال احتفل معاه عثمان. تعال احتفل معاه زبلوي. تعال هل تعال هل انا هل انت فين هل هل تعال احتفل معاه هل. شوف على طول انسو فاتي ابناء النادي ابناء النادي يا جلود ولا يبالي. يا غريبة والله برشلونة بيعتمد على المرتدات يا جدع. اوه صدر يا ابني. اوه عزارد راح عزارد راح عزارد راح عزارد بلجيكي. الله اوكي مبابي انسو فاتي انسو فاتي عامل ماتش على من حد دلوقتي. انسو فاتي انسو فاتي اديها لمبابي. مبابي لكامافينجا كامافينجا من هنالك لون بيساكا وان بيساكا يخترق بالعمق لفرانك فرانك يلعبها لمين يا جدع بقى جدع نور جدع نور. ايه دي ها ها اوكي كليون لورا لعثمان لفات فاتو يا زع من هذه المسافة لكن ضاعت لكن أبعدها زع. هيف مدرب يرغب في مواصلة هيف بنفس الكيفية فهم حاج ها حد شوط الله كنت يا جدع بقى اهدى بقى. اوكي 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 روح اوكي روح من هنالك انسو انسو ضيح طاعات ها ها. الكره دي بتيجي جول الكره دي بتيجي جول. طلع طلع الله يا مبابي ركز. اوه اوه يا جدع ركز ركز. ايه ده 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 لا تسلم يا جدع حرام عليك يا الله حرام يا الله حرام والله حرام يا جدع قسما بالله ما يستاهلوش. روح من فزت يا دي باي. الله يخرب بيتك يا جدع يا جدع حرام عليك يا لا يا جدع بتهزر والله العظيم بتهزر بقى بتهزر والله العظيم. الريال بفرق 13 نقطة عنا 13 نقطة.
معرفش هنكسب الدوري ازاي، والله ما اعرفش. اوكي كسبنا ماتش سيلتا فيجو، جات لنا اصابه كمان اراوخو اتصاب 3 شهور، 3 شهور لاراوخو. اوكي ليتس جو، على طول خلينا نتوجه لمباراه اسبانيول قصاد مين؟ قصاد برشلونه. مباراه ديربي لازم نلعبها، بس اعمل لها سكيب بس، لازم نشوف الاجواء العالميه لماتش اسبانيول وبرشلونه يا رب. اوكي هتنتقل للنتيجه. اوكي الحمد لله كسبنا 2-0، كسبنا 2-0 وانسو فاتي جايب جولين، انسو فاتي عامل اداء يا رب الريال يخسر. عندنا ماتش قصاد البايرن. اوكي ليتس جو على طول، لازم نكسب بايرن ميونخ لو احنا عايزين نتاهل، لازم نكسب بايرن ميونخ. ازاي انا ما اعرف. الفوز اليوم هو النتيجه الافضل، لكن علي من نتيجه المباراه الاخرى لمعرفه مصير التاهل. خلاص شايف اني انا فشلت اني انا اخلي انقاذ برشلونه. ها اوكي يا رب يا ربنا يستر، ربنا يستر. احنا كان المفروض نركز اكتر من كده يا جدع. طلع اوكي روح امبابي يا امبابي يا عم ميسون، الباصه دي يا ميسون. اوكي ميسون امبابا، يا ميسون ده مش يومك والله. اوكي منفس ميسون ماونت لمنفس، دي باي لميسون. اوكي منفس، اوكي جوردي البا، اوكي منفس ميسون ما باصاش لي عثمان يا جدع، حرام عليك. الله ميسون يا ميسون ماونت يا حبيبي. الله يخرب بيت لعبك، يا الله حرام يا جدع. بيحصل معانا ده حرام، ما بهزرش يا يعني. ده مش جاي عشان اعمل في الفريق كده، جاي اخسر كل ماتش كبير. يا ساتر. فرينكي هديون، فرينكي تاني، روح يا عثمان، روح امبابي، اتهنى امبابي. لا يا نور يا ريخم، يا نور الله يخرب بيتك. الله خلي جول زيطة، اي ركنة تخش عليها جول بجواريتسكا كل مرة. زيطة دي. اوكي يا الله، روح بدري. رب يا الله اعطيه. الطربة يا جدع، اخيرا يا جدع. ايه ده يا نهار ابيض، مش عايزه تيجي معانا خالص يا جدع، مش عايز. روح امبابي يا جدع، والله ما عندناش غير امبابي. الصفقه اللي سرقناها والله انقذنا على طول. هنجيب بكل سهوله هدف في منتهى الجمال، هدف تعديل الكفه، التعادل الايجابي 1-1. هجوم منظم للباير، قد ياتي بهدف الفوز في الدقائق الاخيره. مستحيل يسجلون هدف التقدم في وقت قاتل، لا مجال للتعويض، انتهى كل شيء، هذا هو هدف الفوز. برشلونه يتاخر في النتيجه دقيقتين فقط، ويعني حكم المباراة نهاية اللقاء. برشلونة وفريقه يفقد الكرة، حلوة خطرة. نهاية المباراة كان ممكن بصعوبة يعني جامدة، وعندنا مانشستر يونايتد اتلانتا، وعندنا اشبيليا في سفولبورغ، وعندنا خلينا نشوف الفرق اللي ممكن نواجهها في المركز الاول. باريس سان جيرمان احتمال، ليفربول احتمال، سبورتنج لشبونه ان شاء الله،
ريال مدريد ما ينفعش، مانشستر يونايتد احتمال، اشبيليا ما ينفعش، تشيلسي احتمال، يعني كله صعب ما عدا بورتنج ليشبون. يا ربنا بك. كده القرعه تقريبا اتعملت، تقريبا القرعه اتعملت. خلينا نشوف هنوقع مع مين. نوقع مع مانشستر يونايتد. اوكي خلصنا عام 2021 وداخلين حالا على 2022. احنا في يوم اول يوم واحد خلاص بدانا كده العام الجديد 2022 وبدانا الانتقالات رسميا، انتقالات يناير حاليا. الحلقه الجايه عندنا انتقالات يناير، ومش كده وبس، لا عندنا السوبر في السعوديه هيتلعب ان شاء الله، عندنا يناير كله هيكون الحلقه الجايه. فلو انتوا عندكم لعيبه قولوها تحت في التعليقات، وان شاء الله غير الخط اغراق برشلونه غرقتونا يا جدع بدل ما انقذوا. لكن هنعمل ايه لو انتوا متحمسين للحلقات الجايه؟ واللي ما اعرفش هنعمل ريمونتادا ولا لا في الدوري، وريمونتادا في دوري الابطال هنشوف. لو الفيديو عجبكم الفيديو ده كله هتغزل لايك، ولو انت مشترك في القناه اشتركوا وفعل زر التنبيهات عشان توصلك كل جديد على طول. بس ده كان كل الفيديو، نشوفكم ان شاء الله في الجاي. كان معكم عبد، والسلام عليكم.